مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. موضوع الخبز او الرغيف او لقمه الفقير هي اولويه. وقد ايه قطع على البلد من معاناه وحروب ولا مره انقطع الخبز، ليه؟ لانه الخبز خط احمر. اليوم اذا مش قادره الدوله اللبنانيه انها تضبط التهريب على سوريا ولا قادره تضبط توزيع الطحين المدعوم من المطاحن إلى الأفران ولا قادرة تأمن الطحين بشكل منتظم ولا قادرة تحاسب كل من لا يلتزم بقرارات الوزارة، يعني بتكون دولة فاشلة. إذا أبسط الإيمان إن تأمن الخبز لشعبها. اليوم الخبز عم ياخدوه بالقطارة وبالشحادة وبالذل وتحت قوة السلاح وبالسوق السوداء. الوزارة بميل والناس بميل. الوزارة لهم جمعة بيعملوا اجتماعات انه هن رح ينظموا البنات ورح ينظموا القمح وكيف رح يوصل، واليوم اخر شيء انه في مطاحن كانت متوقفة رح يعطوها، يعني صار عندنا 10 مطاحن شغالة، ولكن بالمناطق ما في خبز. بس كنت 4 أيام ما فيها رغيف خبز، عم بحكي بالخبز اللبناني مش عم بحكي خبز المرقوق وخبز الأسمر وخبز الشوفان وخبز القمحة الكاملة وكلهم موجودين ومتوفرين. ولكن الخبز العربي أو الخبز اللبناني لايمن ومتوفر لللبناني. وهيدا الدعم هيدا مبسوط هيدا الزلمة اللي عم نشوفه، أوه حصل على ربطين. اليوم في ناس راحت على أفران الحدث مثلا ما كان في مشكلة أخذوا خبز. شوفوا هون أمام الأفران، ليكوا الصورة. وفي صورة بتشمل كل لبنان على مساحة الوطن. بتجمعهم شغلة وحدة، بدهم الرغيف. وهالرغيف عم بيكون بشحادة، وهيدا أخذها سوق سوداء. وهيدا منه لبناني. ليه؟ لأنه معظم يلي بيشتغلوا بالأفران هن سوريين. وبيقدروا يشيلوا حصتهم، بيقدروا يتصلوا بي طبعا الرعاية السورية الموجودة اللاجئين أو نازحين، والأولوية لألهم. نحن بدنا نقول الخبز لكل الناس، بس كمان مش للسوق السوداء ومش للتلاعب بالرغيف ولقمة الفقير، وإنه المواطن اللبناني بالنتيجة يشحط الخبز. بده يوقف طوابير وينطر، عدا عن تحطيم أفران، عدا عن حوادث عم بتصير بقلب الأفران. وبعدين القوى الأمنية من معلومات وغير يعني شغلتها توقف تضبط على الفرن طوابير الناس وتنظمها، لا مش تلقائيا الناس تقدر تحصل على رغيف. هيدا بالأفران لأنه مش موزع على السوبر ماركت ولا موزع على الدكاكين يلي معود الناس إنها تنزل على الدكان دغري. في ناس حطت لنا برا إنه ما في خبز، كتير منيح ما في خبز، بس مين بده يحل هالمشكلة؟ هاي مسؤولية مين؟ واليوم واصلة باخرة طحين، ما بقى حدا يخبرنا إذا في طحين ولا بواخر طحين. بدهم يخبرونا كيف المواطن اللبناني بده يحصل على ربطة الخبز المدعوم بدون زل وبدون قهر وبسهولة، والوقت يلي ما حدا عم يلتزم بالكميات يلي مفروض هو ينتجها. في دولة مفروض إنها تحاسب ومفروض إنها تخد له كل الطحينات اللي عنده تعطيها لأفران تاني هن بحاجة. في أفران مثلا بالقبيات، فرن أحد الأفران بالقبيات أولت امبارح كان آخر شيء عنده طحين، وهيدا الفرن ما بيوزع على المحلات، هيدا بيجوا الناس بيقصدوا من القبيات وجوار القبيات بيجوا بياخذوا خبز، ما كان عنده خبز. ليه؟ لأنه كميات الطحين، البونات الطحين يلي مفروض تطلع له من الشهر الماضي وهيدا الشهر مش حاصل عليها. يعني ما حدا بقى يلعب بلقمة الفقير، والحقيقة يعني الاستحوا ماتوا. بعد في هالرغيف الخبز هيدا كتير كتير مؤسف اللي عم بيصير، وبتمنى انه اليوم قبل بكرة يكون يعني الدولة حازمة بهذا الموضوع. ممنوع واحد انه يخزن طحين وبعدين يبيعه فاسد ويغش فيه اصحاب الافران. في نحن مع المطاعم ومع الفنادق ومع المؤسسات السياحية وهيدي من الاولويات اكيد، بس مش على حساب كمان الناس، مش على حسابهم ابدا. الفقير بده بعد عنده هالرغيف والرغيف مدعوم، أو ارفعوا الدعم وحددوا ربطة الخبز مع وزنها والالتزام بنوعيتها وشروطها وكل التفاصيل، واللبناني بيكون على قلبه مثل العسل، شرط أنه ما يتهرب. هيدا الشيء كتير أساسي بالنسبة لنا، خط أحمر. معلومة.
بدي ذكر بالتحذير يلي للمواطنين يلي بحاول إهرائيات المرفأ اللي ممكن إنه من وراء هالحرائق اللي عم بتصير ويلي لهلا يعني أكيد هي مفتعلة وهي يمكن حتى يمحو كل أثر ممكن يكون باقي حتى يذكرنا ويذكر العالم كله بهالجريمة، جريمة العصر اللي رح ينطوى سنتين يعني بعد أسبوع، وبعدنا لهلا عم نتفرج على مبنى الإهراءات كيف عم يحترق أمامنا، وعم ننبه المواطنين يعني وزارتي البيئة والصحة عم بيقولوا للناس تجنبا لوجود أي احتمال لانهيار أجزاء من إهراءات مرفأ بيروت نتيجة الحريق ومحاولات الإطفاء الأخيرة. بهم الوزارتين ما يلي: بحال حصول أي انهيار أو سقوط أجزاء، طبعا هيدي رح يصدر عنها غاز وهيدي من مخلفات أكيد البناء وبعض الفطريات وجيوب متعلقة أكيد بالموضوع، رح تتشتت كلها بالهواء وأكيد رح يتنفسوها الناس. الخبراء بيقولوا أنه هناك يعني كمان أدلة علمية على وجود مادة الأسبستوس، كلنا بنعرف أنه هيدي المادة هي مادة سامة، ومن المرجح أنه تتأثر المنطقة الأقرب من موقع الحادث يعني على شعاع 500 متر تقع داخل حدود المرفأ لكميات كثيفة رح تندثر بالهواء، وبالتالي يجب أخذ الاحتياطات في فوراً في حال حصلت. هالاحتياطات هي أنه مفروض أنه الأشخاص المتواجدين داخل المنازل أو أماكن العمل متعلقة بأثناء تطاير هالغبار هيدا لازم خلال 24 ساعة الأولى بعد الحادث إغلاق النوافذ والأبواب الخارجية خصوصاً بالمناطق الموجودة داخل شعاع 500 متر من الموقع إذن. وبالتالي كمان وزارة الصحة العامة ستعمل على تأمين الكمامات اللازمة وإجراءات وقائية للأشخاص المتواجدين ضمن المنطقة. كمان تذكير أنه فيما يتعلق بالأشخاص المتواجدين خارج المباني أثناء تطاير الغبار مفروض ارتداء كمامة عالية الفعالية يعني معروفة هي يعني KN95 معروفة، هي بتلاقوها بالصيدليات بالخارج حتى للوصول إلى أقرب مكان مغلق، وهون أكيد انقضاء أول ساعتين حتى تنخفض كمية الغبار بالهواء الخارجي قبل التوجه إلى مكان مغلق إن كان المنزل أو إذا أمكن أو مكان عمل أو غيره. بالنسبة للأشخاص المتواجدين بالسياراتهم أو آليات هالغبار هيدا عليهم إغلاق نوافذ وطبعا يشغلوا مكانات التبريد والشفط إذا في بالسيارة، وكمان في حال عدم وجود مكيف شغال بالسيارة أو المركبة مفروض ارتداء الكمامة تكون كمان عالية الفعالية اللي حكيناها. يعني كل هالتفاصيل عم نعطيها حتى المناطق القريبة من المرفأ ومن موقع الإهراءات عم بتشم روايح أكيد يعني اليوم كتار عم بشموها، ما بعرف إذا بتأثر على التنفس، ولكن هيدي من جراء الحريق يلي اندلع ويلي حاولوا رجال إطفاء والدفاع المدني من عدة أيام إطفاء ولكن بعده مندلع. ومثل ما قلنا مادة الأسبستوس هي مادة كتير سامة كتير خطرة تعمل سرطان، يعني بتمنى الكل ياخدوا الإجراءات اللي لازم ياخدوها خصوصا الإجراءات الوقائية. متابعة اتصالاتكم على 04-444-444، وبعتقد اليوم عنا كثير اتصالات بتصور طلب مساعدات، وبالتالي بدي أذكر كمان أنه اليوم كمان وردني كثير اتصالات من عين نجم ومن عين سعادة بيقولوا لهم أكثر من 15 يوم ما عندهم مي والستار 1,800,000 وهن دفعوا مستحقاتهم، ولكن ليه اليوم ما بيعمدوا للطاقة الشمسية حتى تنضخ المياه وتوصل لبيوتهم، وهيدا حق لهم، وعم بيطالبوا من النواب إن كان بكسروين ولا بالمتن إنهم إذا بأمنوا الطاقة الشمسية لمراكز المي خصوصا لجعيتا ولضبية حتى ما بقى ينقال إنه مزوت أو ما في كهرباء، لأنه المي شغلة أساسية بالحياة، وبالتالي عم بتروح هدر على البحر والمواطن اللبناني عم يدفع ما عليه وأكثر من سترنات وغيره، ولكن لهلأ مش هيدا هو الحال يلي برد الناس واللي بيحافظ على سربة وطنية اللي هي المي.
كمان بموضوع المي، ما بعرف صار في حدا على الخط، انا ما بدي اخر الناس على الخط، الظاهر ما في حدا بعد على الخط. بموضوع المي كمان اليوم يهبروا جبل لبنان، ما بعرف بغير مؤسسات ما عم يقدروا يأمنوا ورش للصيانة أو للحفر، وهي شغلة أساسية يعني حرمة كتير من الناس من أكثر من 3 أشهر بسبب حفرية صغيرة إنه ما يكون عندهم مي. طيب مين مسؤول عن هذا الموضوع؟ بأخذ أول اتصال لليوم. ألو؟ ألو بونجور. بونجور، كيفك مدام ربيع؟ الحمد لله. أنا بشكرك وبشكرك. إيه عبدو، شو عندك؟ عالي ساعدوني هيك المرة. إيه عالي كتير منيح. جبت الأدوية وكذا، بس يا مدام ربيك أنا عم بلتجي لإلي، أنت بتعرفي وضع الأكسجين وعلى البيت باب والوضع البلد صعب كتير، وطلب مشاربي الأدوية المهمة كتير كتير والغالي مقطوعة، وأنا ما إلي غيرك، وأنا إذا ما بيخدها بموت، لأنه أنا أدوية مدمنة كانت للكبد ولا للسكري ولا للقلب ولا لأي التهاب جرثومة بالجسم، وأنا وضع ضعيف ما بيشتغل، وعم ناشد كل إنسان لبناني مسيحي أو مسلم أو خارج لبنان لو فلس أرملي بيجمعه، وما كانت تعبانة كتير بحاجة لتصليح البيبا. خلينا نرجع نذكر برقمك عبدو. 76 نعم 799187 76 799187. وصلوا من الكل، ما حدا يتركني. أهلا وسهلا فيك. أنا وضع دقيق ما بيشتغل. أهلا وسهلا فيك. ما عندي منه. ميرسي. كمان اتصال. ألو. ألو. يعني من المؤسف جدا انه حتى الدواء مش يعني مش متوفر، واذا توفر باسعار يعني كمان بتفرق بين منطقه ومنطقه، وحتى في اسعار كمان يعني في ادويه اليوم عم بيطالبوا انه يوقفوا كمان تهريب الدواء لانه شيء كتير اساسي تهريب. كمان اتصال. الو 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 الو. ايه تفضلي. وي بونجور. بونجور تفضلي. الو بونجور. اهلا مدام تفضلي. وي بونجور مدام دابكتا. اهلا تفضلي. بونجور حبيبي. انا اسست الام تي في من فتره وساعدتني بعلاج ابني كرمال بياخذ ابره. نعم. فهلا الابره مقطوعه من لبنان، والصراحه ما عارفه لمين بدي التجي، فانا عندي ثقه بالام تي جي وبالايادي البيضاء. شو هي الابره؟ ذكرينا شو هي الابره هي؟ ابره الاميره مدام ربيكا. اميره. اميره هي مش موجوده بلبنان؟ ما عم بتكون موجوده لا بشركه الاميره ولا بمطرح يعني، والصراحه طيب. ابني عم بلش عنده العوارض، مش كل فتره بدنا نبلش نفوته اوبيتال كرمال هيك. ايه بس بدي اقول لك شغله، ما في بديل لها اذا هي مش موجوده؟ في الامجيفيتا وفي الايريموس، اثنيناتهم مقطوعين. يعني الدواء الأساسي والبدائل مقطوعة. مزبوط. هو عمره 16 سنة. بترجع بتذكرين عن حتين رقمك على الشاشة، إذا حدا عنده متوفر عنده هالدواء نحن أكيد بنشكرهم من هلأ، لأنه تأمين الدواء شغلة كتير أساسية، وخصوصا مثل ما عم بتقولي يعني هيدا علاج مزمن ما هيك لابنك؟ مدام هيدا علاج مزمن ما هيك؟ هيدا علاج مزمن لابنه، لانه عنده برجع بذكر عنده فيروس بالمصارين، ومفروض كل فتره يعمل هالابره. وانا بشكر يلي ساعدوه قبل بمره، وان شاء الله اذا هلا حدا عنده دواء من هالادويه يعني الاساسي او البدائل، هيدا الرقم على الشاشه. كمان اتصال. الو. اهلا. الو. مسيو اسمعني على التليفون مش على التلفزيون. استاذ على التليفون. ايه تفضل. عم بسمعك مسيو، تفضل. وطي التلفزيون. مرحبا. الو. تفضل مسيو، تفضل. بدي اطلب من الناس اللي عم تتواصل معنا توطي التلفزيون، لانه نحن بيعمل رتور ما بعود للمتصل بيقدر يسمعني، ولا انا بقدر علي صوتي اكثر يعني ما فيي بقى. يس انتوا عم تطلبوني على التليفون، اسمعوني على التليفون واحكوني على التليفون. الو. الو. ايه تفضلي مدام. مرحبا. مرحبا حبيبه قلبي، قلبي مساعدي. عندي جوزي مريض عامل قلب المفتوح، وبنتي حمايه قاعده معي مفلوجه، ولا شغلي ولا عمي، ومكسورين على أجار البيت.
طول عمرك اذا في مجال لمساعده مدام ربيكا. مدام شو الرقم؟ شو اي شو رقمك؟ شو رقم التليفون عندك؟ رقمي يلا لحظه لشيل مني ايش هاي تقبري. طيب على مهلك بهالوقت قديش عليك مصاري اجار؟ علي ست اشهر والله بدي تيجي علي ست اشهر. وقديش بالشهر بتدفعي؟ وهلا بده زودي. بده زودي بس قديش بتدفعي اساساً؟ اساساً مليون بالشهر تخبريني، الي ست اشهر ما دفعي. يعني عليكي 6 ملايين وهلا بده يزيد عليكي. شو رقم تليفونك صار قدامي؟ ما عندي كفو اكل وشرب. اوكي. وانا وضعي عندي 2 مرضى بالبيت وما في معين، ما عندي حدا. مدام هيدا الرقم اللي طالبتينا عليه هيدا رقمك؟ ايه هيدا رقم. ما بعرف كارلا رقم علم رقمها عنا للمدام كارلا؟ لكن نحن رح ناخذ رقمك معلم عنا مدام، ما بقى تلبك حالك، رح ناخده هلا مدام كارلا بتاخده ومنقوله على الهوا. اهلا وسهلا فيك حتى ما نطول على لغير ناس. هيك حتى نستفيد وناخذ كمان اتصالات اكثر. يا ريت بتحضروا رقم التليفون وبتعطونا اياه قبل بوقت حتى نحضره ونحطه على الشاشه. لانه مرات عم بيكون كمان في رقم من في رقم من الارقام بيكون غلط، بقى كانه ما عملنا شيء. كمان اتصال. الو الو اهلا تفضلي. بونجور. بونجور مدام رديكا، نحن بالقنابة برمانة. ايه اهلا وسهلا. الماي على الطريق رايحة ونحن عم نشتري السهريج بمليون ومئتين الف. رايحة على الطريق لانه ببناية جورج بوجودة بقبل السوبر ماركت. شو اسمه؟ بدون ما نعمل لها دعاية للسوبر ماركت. مدام ايه لانه رايحة هدر، لانه ما في ورشة تجي تحفر وتصلح، تركين المي هدر رايحة والناس ما يعني ميتة من العطش والستان رايح جاي، يعني هذا الشيء ما بيجوز، ما بيجوز ابدا. معك حق. اهلا وسهلا فيكي. حتى يعني بالمطيلب نفس الشيء، لهم 3 شهور بمجمع بنايات بتقطع المي من قدامها ما بتوصلها، وبنايات اجوجو مثل الواحد بيقول في الثاني، وقلهم من 3 شهور بيروحوا وبيجوا بالمي بيقولوا اكثر شيء بنعمله بدنا نجيب ورشه. قالوا لهم سكان البنايه نحن بنساعدكم، نحن بنقدر. قال لا هيدي حفريه وما حفريه، يعني هلكونا 3 شهور بعدهم بخبرونا بهالحفريه يلي ما بدها شيء، المي قاطعه من قدام البنايه بس ما بتفوت على البنايه. يعني في ابيخ من هيك؟ ما في. كمان اتصال. الو 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 مدام لينا. مدام ريتا مين معي؟ مدام رينا عبر. ايه تفضلي تفضلي. شو عندك مدام رينا؟ مدام ريبيكا. ايه ايه تفضلي مدام عبر. يعطيك العافية. تفضلي مدام. مدام بدي احييكي. اهلا. بدي احييكي على بروجرامك. ما عندي شيء، انا بدي اقول لك انت مدام اديتي على الشاشه لانك انت حامله هموم الناس اكثر من هموم البلد. الناس يلي هي ليكي انا بشكرك، وانا بدي اقول لك شغله لك ولكل المشاهدين. انا اللي عم بعمله هو انطلاقا من انسانيتي اول شيء، اكيد من وطنيتي، وانطلاقا من هيدا البرنامج يلي اردنا انه نكون بخدمتكم ولألكم. يعني اذا هيدا البرنامج ما قدر وصلكم صوتكم، يعني نقدر نعمل برامج تانية غيرها وفي كتير. بقى من هيك نحن حاضرين دائما لنسمعكم حتى نوصل صوتكم، حتى نساعدكم، حتى نلاقي حلول. هيدا الشيء واجباتنا عم نعمله، ونحن كل شيء بهمنا انه نحافظ على هالتضامن فيما بيننا. نحن عندنا تحديات كثيره عم نواجهها بهذا البلد، ما رح يبقى هيك الوضع، بس حتى نقطع هالمرحله الصعبه بدنا نحط ايدنا بايد بعضنا. عندنا فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا عبر الام تي في ومنتابع ناخذ الاتصالات. الو 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 في حدا على الخط بس مش عم يسمعني، يمكن لانه عندي
مدام جنات حضرتك معنا؟ مدام جنات حضرتك معنا؟ نعم نعم. تفضلي تفضلي، شو عندك؟ عندي عملية بالمصران. مخزوق المصران وفيت برية. نعم. وعندي عملية مستعجلة وما نقدر أنا أعملها. وين بدك تعمليها؟ بجعيتاوي. وده قالوا لك بتكلف؟ طلبوا مني 3,000 دولار. رجعونا قدرنا نشيل منهم لل 2,350 دولار. وانت ما معك شيء منهم؟ ما معي شيء منهم. عاملي صور وفحوصات وسكانر ب 30 مليون. دينا دين الله. مدام سؤال، انت ما عندك لا تأمين ولا عندك ضمان ولا عندك شيء؟ لا لا ما عندي شيء. يعني هودي انت لازم تأمنين وتتعمل لانه في خطر على حياتك. ايه اكيد. انا بعمل اشتراكات هلا اذا ما بعمل العملية. نعم. يعني نحن حطينا رقمك على الشاشة ورح نرجع نحطه اكيد، بعتقد رح يرجع ينحط لنشوف كيف نقدر نأمن لك هال 2,350 دولار، لأنه الحمد لله المستشفيات هلأ صار بدها بالفريش، وبالتالي بتحسب على السعر الموازي، ما بتحسب يعني ما مش على صيرفة ولا على 8,000. يعني شو بيكون السعر اليومي للموازي المستشفى بدها هي أنه تسعر. وبتعرفوا المريض اليوم يعني كتار من الناس ما بيقبضوا فريش ولا معهم، وعم يتحول البلد شوي شوي لكل شيء فريش. حتى اليوم جدول الأسعار، امبارح انبسطنا أنه نزل 18,000 تانكة البنزين، اليوم زادت 16,000 لأنه مصرف لبنان رجع طلب 15% بالفريش ورجعنا، مثل كأنه ما بيلحق بيتنفسوا المواطنين، بيرجع فيه من يجي يعرقلهم يعني يزدلهم، لأنه الناس عم بتلاقي المصاري على الطرقات مش عارفة شو بتعمل فيها. اتصال. ألو ألو ألو. ايه تفضلي. بونجور. بونجور. بس بدي انا بدي وصل مساج. نعم. بشركتي عون جبت لحمه على اساس انه في لحمه ورخيصه ومدري شو، بتعرفي بهذا الوضع بقى نبرم على شيء رخيص تنطعمي اولادنا. فنحن وجيراننا رحنا، فاولادي تشمموا وهلا ابني عم بحاطين له مصل، بس ودوه على البيت عطيه استسينا وهودي الاخبار. بس بدي وصل المساج انه ما بقى تشتروا، ما بقى تسترخصوا. مدام بدي اقول لك شغله، لحتى لها ما يفوتوا بالحيطان. نعم. وما في مراقبه اصلا عندنا بلبنان الحمد لله. هيدا اللي بدي اشدد عليه، اول شيء ان شاء الله على سلامه، وثاني شيء مريت بالسوبر ماركت بيعملوا اوفرات، يعني بتكون خصوصا مواد غذائيه بتكون رح تنتهي، يعني رح تقرب تخلص مدتها، بيعملوا عليها اوف، بس بيبقوا حاطين اي متى بتخلص المهله حتى يلي بده يشتريها يستعملها بسرعه. يعني اكثريتها هيك بتعمل، بس انه تسمي يعني اكيد هيدا الشيء بده رقابه اكيد، مع انه بنعرف انه السوبر ماركت لازم يكون عليه كهرباء 24/24، عليها رقابه خصوصا الاشياء اللي بتتعلق بالاكل وبالغذاء. نحن ميرسي عم بتنبهي، وبالوقت ذاته ايه على المواطن دائما مرات انه يشوف على كل حال تاريخ الانتهاء كثير مهم. كمان اتصال. الو 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 الو. هات حدا عم يحكينا وحد الطريقه ما في صوت. ايه تفضل مسيو. مرحبا. مرحبا. الو الو. ايه معك معك. الو مرحبا. مرحبا. انا معك تفضل. نحن من منطقة العقبة الارمين. اهلا وسهلا فيك. نحن محرومين من كل شيء، بس منكم ما بدنا نحارب، منكم ما بدنا نحارب من انت مصنفون السلطة. انتوا بسميكم السلطة الرابعة، بس انتوا السلطة الأولى لازم تكونوا بلبنان. لكن ما دام عندنا نحن بالإسرائيل بقول من قتل نفسا بغير نفس كأنما قتل الناس جميعا، بس نحن من قتل واحد مجرم من الحكام كأنما أحيا شعب لبنان جميعا. نحن بدي لك شغل بترجيك سجليها عندك. أنا عسكري متقاعد طالع سنة 80 من الجيش، بقبض 920,000 ورقة بالشهر. بدي ربطة وخبز ب 30,000 اليوم عنا.
بدي معاشي لا بيطعميني خبز انا ومرتي. نعم مزبوط. الناس تتبرعلنا بربطة وخبز من خبلة ربطة لناس تمال الله يساعد بالضربة عيدة لأنهم عم يأكلوا أني وليتهم دوبين سكر بمي عم يأكلوا خبز وسكر ومي ومن اشتركنا معهم بالغدا حتى ما ينأذوا وما بدي بعشكم صورة حتى ما يصير لأنه عالم تحترم حالة لوين مشين نحن بالبلد. معك حق. نحن منطقة بعالبر الهربي الله حرمنا من كل شيء بس منكم بترجع ما تحربونا لأن أنتوا السلطة الأولى لكل أبو لبنان من السلطة الرابعة. أول شيء أهلا وسهلا فيك من الهرمل كل أهالي الهرمل. وأنا اللي بدي أقول لك أنه هيدي المعاناة واحدة على كل الأراضي اللبنانية ومن المعيب جدا على دولة لبنانية ما تعرف تحافظ على رغيف اللي هو لقمة الفقير. هيدا اللي هو دايما خط أحمر بكل الظروف بحروب وغير حروب. ما صار مثل ما صار بهالفترة هيدي ولا ممكن يصير أو يتصور أنه بكرة يسجل التاريخ بزمن السلم ما كان في خبز. يعني هيدا شيء كتير معيب. وبعرف في كتير ناس مستورة وعائلات عايشة على الخبز وعلى المي والسكر. هيدا إذا بقي عنده سكر إذا مش مي بس ومش معروف كمان إذا مأمن المي. أنا بشكرك من الهرمل والله الله يعني شو بدي أقول لك بدنا دولة للناس. صورة اليوم نشوفها سوا. هيدي صور عم نشوفها بالكارانتينا بالمركز يلي بيوزع الأدوية الأمراض المستعصية يلي قرروا يفتحوا يوم بالجمعة اللي هو اليوم. فالناس نزلت اليوم وعطوا بونات لساعة 10 وبعدين خلص يعني طلع له بون طلع له ما طلع له بده يرجع يجي ثلاثة الجاي. وهيدا شيء مش مزبوط لأنه بيبقوا ناطرين وفي بروتوكول وفي وقت وفي التزامات. بالوقت ذاته هيدا فيديو رح تفرجيكم اياه لقلكم الفوضى كمان اللي صارت يعني فوق كل شيء والشوب والناس اللي جايه من كل لبنان لانه في لها مركز واحد بكل لبنان. قديش صعب اللي جايين من اقصى لبنان ويقولوا لهم خلص ما رح نعطيكم اليوم. ليكن ناس كيف ناطره من الصبح وفي ناس ما قدرت اخذت لانه بعد الساعه 10 ما عادوا عطوا بونات. بتمنى ثلاثة الجاي انه يكون منظمه اكثر واكثر ناس. مين ما اجى ما بيفل غير ما ياخذ الدواء. ممنوع ممنوع حدا يفل بدون ما ياخذ الدواء. هيدا على امل انه اجتماع اليوم يلي بلش الساعه 12 بالسراي الحكومه ويلي منتظر انه يحل مشكله الاداره اللبنانيه وترجع عن اضرابها وتاخذ حقوقها حتى ترجع تنتظم الادارات لانه عم تنهار شوي شوي الاداره وكأن مقصود أنه ينهار كل شيء بلبنان. ولكن نحن بالمرصاد يعني مش لازم نفوت بهاللعبة يلي عم تخرب لنا بلدنا. بدها شوية مسؤولية. بعطيكم موعد بكرة دايما عبر الام تي في الحل عنا. أكيد فيكم تتواصلوا معنا على 0444444 على التواصل الاجتماعي. وأكيد بدي أذكر بكل اللي طلبوا مساعدات اليوم بتمنى أنه يكون في أيادي بيضاء دايما عم تمتد لإلهم ولا أربعة الجاي إذا قال راد كمان مع طلب مساعدات الجديدة.